يقول: ذكر المؤلف رحمه الله عند ترجمته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال أن زوجته هي فاطمة الزهراء. يقول: علق بعضهم بأن الزهراء هذه ليست بواردة عن السلف، وأن إيش؟ بأن الزهراء، كلمة الزهراء هي لفظة لم ترد عن السلف. عن السلف؟ السلف لا، ما فيها بأس، هي الزهراء رضي الله عنها. نعم.